زي ما قلنا ونوهنا أنا وكريم قبل الفاصل، الفيتامينات ليها أهمية كبيرة جدا بين الناس، بس الناس ما تعرفوش أو بعض الناس ما تعرفوش أن أنت لو خدت فيتامينات يعني أنت مش محتاجها ده مضر، ولو زودت من فيتامينات عن اللي جسمك محتاجه برضو ده مضر. خلينا نعرف تفاصيل أكتر ونسأل كده ونعرف برضو إيه الفيتامينات الخاصة بالشعر، الخاصة بالبشرة وغيره وغيره، مع دكتور هشام الوصيف استشاري التغذية العلاجية. صباح الخير. صباح الخير. أهلا بحضرتك. سعداء بوجود حضرتك معانا، منورنا، وما عندناش ذرة شك إن إحنا هنستفيد جدا من خلال وجود حضرتك معانا النهارده. الله يكرمك. الله يكرمك. تعالى نبتدي بعد إذنك بالنقطة دي تحديدا، لأن هو أنت كنت بتتكلم عنها، فكرة زيادة الانبوت في جسم البني آدم من الفيتامينز حتى لو كان محتاجها. جميل. ممكن ينتج عنه إيه؟ هي الفيتامينات اللي الجسم محتاجها كتير جدا، ولو جينا بصينا انت بتحسب احتياجك على اساس ايه؟ على احتياج النمو بتاعك. لذلك التغيير في نسبه الفيتامينات، ان كل نوع فيتامين بيبقى له جرعات معينه. الاف دي ابروفد بتدينا مثلا منظمه الصحه العالميه ومنظمه الغذاء والدواء ان الجسم محتاج مثلا وحدات قد كده من كل فيتامين. التغذيه اللي احنا بناخدها سواء بقى من الاكل بتاعنا عامه، الخضروات والفواكه والبروتينات والالبان والجبن والعيش والرز، كل ده بيدينا الفيتامينات اللي احنا محتاجينها. طبعا في ناس بيبقى عندها مشاكل صحيه بتخلي ان امتصاص مثلا انواع فيتامينات يقل. ناس مثلا محتاجه انها تزود جرعات معينه عشان عندها مشكله صحيه معينه، محتاجه ان الجرعه دي تزيد من الفيتامين. هو ده اللي بيخلي ان احنا ممكن نزود في نوع فيتامين او نقلل في نوع فيتامين. للاسف الناس بتحب انها تاخد فيتامينات، يقول لك ده فيتامينات حلوه بتقوي المناعه، ده فيتامينات حلوه مش عارف بتحسن الفتره اللي احنا فيها بالظبط، بتحسن الذاكره، وخصوصا مع الكورونا، وبدات الناس تركب بقى على الموضوع وتبدا تنزل انواع فيتامينات كتير، والناس بدات تتقبل ان انا باخد حاجه طب اديني منها وانا اخد، وتلاقي الناس جايبه بشنطه ادويه من كل نوع فيتامين، وهو بيكتر على نفسه. للاسف ممكن يصاب باضرار. ايه اضرارها؟ ان ممكن تعمل مشاكل في الجهاز الهضمي، ممكن تعمل لي اضطرابات في المعده، اضطرابات في القولون، وتعمل لي امساك. في ناس تشكي من امساك نتيجه انها بتاخد فيتامينات، مجرد ما بيوقف الفيتامين بتلاقي الامساك راح، اضطرابات في المعده عنده ما بتستحملش، ممكن لما بياخد جرعات زياده من الفيتامين تعمل له قرح في المعده واضطرابات في المعده وفي الهضم. طبعا ده احنا في غنى عنه اصلا، في حين ان انت بتاخد فيتامين عشان تفيد نفسك مش تضرها. الناس اللي بتاخد فيتامينات زياده ممكن تعمل لي حصوات في الكلى نتيجه تراكم الفيتامين كتير، يعمل لي حصوات كلى، تلف في الكلى، ممكن فشل كلوي كمان. في ناس بتوصل انها يحصل لها فشل كلوي انها بتاخد جرعات زياده من الفيتامينات. في ناس بيحصل لها تليف في الكبد بسبب ان هو بياخد فيتامينات. زي ما احنا عارفين الكبد هو اللي بيخلص الجسم من السموم او الاكسده اللي بتحصل في الجسم، او تنظيف الجسم من اي ادويه او اخلاط الادويه اللي بنبدا ناخدها، هو بيخلصها. لما تزيد عليه جرعه الفيتامين بتضره. بس مش كل الفيتامينات اللي ممكن تضرنا، يعني في فيتامين بتبقى دايبه في الدهون. احنا عندنا اربع فيتامينات بيبقوا دايبين في الدهون، اللي هو الاي والدي والكي والاي. دول لازم امتصاصهم في جسمي يبقى في وسط دهني، يعني انا لو ما باخدش دهون انا مش همتص الفيتامينات دي فيقل امتصاصها عندي. بخلاف باقي الفيتامينات بتبقى دايبه في الميه، فبالتالي اي زياده في الفيتامين الباقيه اللي هي بتبقى دايبه في الميه ممكن تخرج معايا مع ايه؟ اخراج اللي هو بتاع البول. فيتامين اي في الدهون، فيتامين اي في الدهون مش في الخضروات، لا هو بيمتص في وسط دهني. هو موجود في اكل تاني، يعني موجود في الخضروات، موجود في الفاكهه، بس امتصاصه لازم يبقى فيه معاه وسط دهني. فبالتالي احنا الفيتامينات اللي بتبقى دايبه في الدهون دي هي اللي الجسم لو خدها في صوره اللحوم والالبان والجبن هيبقى خد الجرعات بتاعته الكافيه. لو زود فيها لازم يبقى عارف ان هو بياخد احتياجه بكميات معينه، ما يزيدش عن القصه دي عشان ما تعملوش مشاكل. او طيب اللحوم اللي حضرتك بتذكرها تحديدا هنا، لازم اللحوم الحمراء ولا ممكن اللحوم البيضاء؟ في ناس ما بتاكلش لحمه حمراء مثلا. جميل. اللحمه الحمراء والكبده اكتر حاجه بتبقى غنيه بفيتامين بي، بتبقى غنيه بالحديد، خصوصا الحديد الهيم اللي هو الحديد الحيواني اللي بيبقى سريع امتصاصه. فبالتالي الناس اللي ما بتملش انها تاكل لحوم حمراء او كبده بيبقى عندهم نقص شويه في الفيتامين. بالظبط عشان كده سالت حضرتك، انا عندي نقص فعلا جدا في فيتامين اي، والناس اللي زيي برضو عشان يستفيدوا يعوضوها بقى باكل ايه، وفي نفس الوقت فيتامين اللي حضرتك تقول لنا فيتامين ايه يعني. كويس. يهتموا بقى ان هم يدخلوا المكسرات النيه. المكسرات النيه بالظبط، زيت بذره الكتان، تمام، زيت الزيتون، وياكلوا الخضروات الورقيه اللي هي الجرجير والسبانخ والملوخيه، الحاجات اللي فيها الاوراق الداكنه.
تمام، يهتموا شويه لو هم ما بياكلوش بقى لحوم حمراء، يهتموا شويه بالبيض والجبنه واللبن بالظبط، عشان يبتدوا ياخدوا كميه كافيه من البروتين بتاعهم. بخلاف بقى الناس النباتيين دول بيبقوا لازم ياخدوا مالتي فيتامين خارجي مدعم ليهم، مع ان هم ينوعوا في اكلهم عشان ياخدوا كميه الفيتامينات اللي الجسم محتاجها، وخصوصا فيتامين بي 12. طيب خليني اسال حضرتك على فئتين عمريتين مختلفتين واهميه ان كل فئه منهم تاخد الفيتامينز المناسبه للمرحله العمريه دي، الاطفال وكبار السن. حلو. واحنا في النص يا باشا. ما انا كبار السن على عايز احط الحضن ميد نكتب اسمه والميد ايج كله بس احنا طبعا مراحل النمو زي ما احنا قلنا في الاول بتتغير. في مرحله الطفوله شويه بنهتم بفيتامين سي وفيتامين د وفيتامين اي، الثلاثه دول اللي مهمين لنمو الجسم، والكالسيوم طبعا عشان النمو العضلي. الثلاثه دول اساسيين من الفيتامينات عشان تساعد معايا في نمو الخلايا بتاعه الجسم والنمو الطبيعي. طب والاطفال لما ياخدوا الفيتامينز دي حتى لو خدوها باعتدال ملهاش اي انعكاسات سلبيه على الجهاز الهضمي وعلى الكبد والحاجات اللي حضرتك لو الطفل فيها؟ بياكل اكل صحي، يعني الام او الاب مهتمين بتغذيته تغذيه سليمه، بيهتموا ان هو بياكل البيض واللبن والجبن والعيش والفاكهه، لان الاطفال مشكلتهم بيبقوا متعبين شويه، فالطفل يقول لك لا ما باكلش ده وما بحبش ده، فبالتالي ممكن يحصل عنده نقص في الفيتامينات اللي احنا قلنا عليها. لذلك بنحب ان هي تبقى في الستاندر بتاعه، ان هو تبقى موجوده على طول. لو الطفل بياكل اكل صحي سليم ما نديلوش حاجه، حسينا ان الطفل عنده فيه انواع اكل مش بياخدها او بيضرب عن الاكل عنها، لازم ندخله مجموعه فيتامينات اللي احنا قلنا عليها الاي والسي والدي، عشان ده هيحسن له النمو بتاعه، نمو سليم، هيعزز له جهاز المناعه، عشان الاطفال بتبقى عرضه لنزلات البرد، عرضه للاصابه بالانفلونزا، عرضه لاي مشاكل صحيه بتبقى سهله، فبالتالي احنا كده بنحسن جهاز المناعه وبنحسن النمو بتاعه، نمو سليم. الكبار السن بقى طبعا بيحصل ان امتصاص الفيتامينات بيبدا يقل، واحتياج الجسم، عشان طبعا احنا سبحان الله التركيب الجيني بتاع الجسم ان بيحصل فيه عمليات او تاكل، الخلايا بتبدا تتاكل، العظم بيبدا يضعف، العضلات بتبدا تضعف، فبالتالي بيبقى مهم جدا ان احنا نهتم بفيتامين د والكالسيوم وفيتامين بي 12، لان امتصاص فيتامين بي 12 بيقل مع السن، بيقل مع الناس اللي بتاخد ادويه لعلاج مشاكل المعده والحموضه، فاكتر اتنين يهتموا بان هم ياخدوا فيتامين بي. زي ما احنا عارفين ان فيتامين بي من الحاجات المهمه لنمو الخلايا وخصوصا كرات الدم الحمراء، بيحسن النسيج العضلي، بيحسن العضلات، بيحسن معدلات التمثيل الغذائي والحرق، بيعزز معايا الجهاز المناعي. فطبعا فيتامين بي 12 من الحاجات المهمه، وبيحسن كمان الاعصاب والالتهابات الاعصاب الطرفيه، وخصوصا لو الشخص كمان عنده سكر او بياخد ادويه سكر بتقلل امتصاص فيتامين بي، فبيضطر ان هو ياخده بصوره منتظمه مع علاجه لو هو بياخد علاج سكر. طيب انا في سؤال عايزه يعني بجد جه في بالي كذا مره وكنت عايزه اساله المتخصص، هل نوع الاكل اللي بناكله والمشروبات اللي بنشربها ممكن تاثر على يعني الشخصيه، بمعنى ان ممكن تخلي شخص مثلا ستريسد على طول، متوتر على طول وعصبي، وشخص تاني يبقى شخص هادي، يعني هل الاكل عامل في ده؟ النقطه دي مهمه ليه؟ لان في ناس بتهمل موضوع جانب الاكل ويبدا يتجه للعلاجات الدوائيه او الفيتامينات عشان يعالج الاعراض اللي هو بيشتكي منها. ان هو لو نظم غذائه وكل غذاء صحي هيفرق معاه جدا ان هو يبدا يهدى او الارق والتوتر يبدا يقل. طبعا في البروتين رقم واحد في تقليل التوتر والشد العصبي، فلازم الشخص ياخد احتياجه الكامل من البروتين. تمام. لان هو بيبني الخلايا العصبيه ويبني الخلايا العضليه، فبيحسن معايا التمثيل الغذائي بتاع الجسم. فيتامين بي 12 زي ما احنا قلنا، ومجموعه البي كومبلكس كلها، بي 1 و2 و3 و6 و12، مهمين جدا للاعصاب والهدوء النفسي، فلو نقصوا عندي اعرف ان انا ممكن يبقى عندي نقص فيتامين بي. في العموم طبعا احنا لو اشتكينا من اعراض نقص الفيتامين لازم هاخد الفيتامين، لان زي ما احنا عارفين ان كل فيتامين له اعراض. يعني نقص فيتامين بي ممكن يعمل اجهاد او تعب او هبوط، او يحس الشخص ان هو مجهد بسرعه، يحس ان هو مكتئب او عنده اكتئاب وقلق وتوتر، فيبقى عنده ممكن يبقى نقص فيتامين بي، ممكن يعمل له تحليل. احنا عارفين ان في اعراض وفي تحاليل ممكن تتعمل عشان نحدد هل الفيتامين ده ناقص ولا لا. لذلك احنا دايما بنقول التغذيه السليمه من الحاجات الاساسيه اللي لازم تبص لاكلك انت بتاكل صح ولا لا، منظم في نومك، لان زي ما احنا عارفين ان الفيتامينات والمعادن اللي الجسم بيحتاجها بياخدها من اكله، والوظيفه بتاعه الجسم بقى انه يبدا يشغلها صح. في اشخاص غير منظمه في نومها،
فبيبقى امتصاصها للفيتامينات بيبقى اقل، التمثيل الغذائي بتاعهم الوقت اللي بيناموا فيه مثلا بالليل بيزيد مثلا هرمون الجروس هرمون، فبيبقى مهم جدا انه يبقى نايم هو مش بينام في الوقت ده، فيبقى عنده التمثيل الغذائي فيه لخبطه، فيبدا يحصل مشكله في ارق وتوتر وشد عصبي، بياخد او بيستهلك كافيين كتير فبيقلل معاه امتصاص فيتامين بي. كل الحاجات دي بتبدا تاثر في التغذيه بتاعتنا. الاكل الغير صحي اللي بيبقى فيه نسبه دهون عاليه، احنا بناخد دهون وخصوصا دهون المهدرجه بتخلي معايا ان انا ما بستفدش من الاكل استفاده كامله، هي بتبقى وجبه فارغه بتديني طاقه اللي هو جانك فود طبعا. اللي هي بتبقى وجبه ما فيش فيها فيتامينات ومعادن كافيه، هي عباره عن طعم وريحه وفقط لا غير وسعرات حراريه. على ذكر التغذيه السليمه، يعني لو حد عنده قصور في التغذيه ما عندوش شهيه ما بياكلش الكميات المطلوبه ولا النوعيات المطلوبه، هل الصح انه ياخد فاتح شهيه عشان يحصل على المطلوب جسمانيا من خلال الاكل السليم الصحي، ولا انه ممكن يلجا للمكملات الغذائيه؟ السؤال نابع من اعماق ده جاي من اعماق الاعماق. السؤال ده نابعني بيه جدا يا دكتور. جميل. في الحالات دي لازم التشخيص، لازم تحدد المشكله جايه منين. ايه سبب ان الشخص ده فاقد الشهيه؟ هل هو نقص فيتامين بي عشان برضه بيحسن الشهية؟ كل حد سادد نفسه برضه في بقى حاجات كده او عنده العوامل النفسيه. الله ينور عليك. او مشاكل في الجهاز الهضمي ممكن تبقى هي اللي عامله المشكله، او عوامل جينيه يبقى الشخص ده عنده الجين ان هو اصلا مركز الاحساس بالشبع والجوع مش بيديله الاشارات ان هو ياكل كويس، فبالتالي ده يستدعي كشف بقى عند طبيب. تحدد المشكله تبدا تعالجها بسهوله خالص. طبعا فتح الشهيه من الحاجات اللي ممكن تساعده، وخصوصا لو انا باخد معاها كمان فيتامين، لان اوقات نقص الفيتامينات بيخلي الشخص عنده فقد للشهيه. بتلعب عن احنا بنديله حاجات فيها طاقه عاليه وصحيه، وبالتالي تبدا تديله تعويض للطاقه اللي الجسم محتاجها اللي هو بيفقد منها وزنه، فبالتالي بيحصل له نحافه او ضعف. عشان كده احنا بنقول ان فقد الشهيه تبص الاول تعمل له شويه تحاليل تشوف الهضم والامتصاص عامل ايه، المجهود العضلي والحركي اللي هو بيعمله ممكن يكون بيعمل مجهود حركي او مجهود ذهني اكتر من اللي هو بياخده من الاكل الطاقه بتاعته، فبالتالي هو بيقلب معاه بالسلب. عدم تنظيم النوم وعدم استخدامه لفيتامينات خارجيه مداعمه ليه، لان اوقات لما بتدي له مالتي فيتامين او حاجات فيها كذا نوع من انواع الفيتامينات زي فيتامين بي وفيتامين سي من الحاجات اللي تحفز معاه الشهيه كويس جدا ويبدا ياكل، تبدا تدخل له معلقه عسل ابيض ومعلقه عسل اسود مره الصبح ومره بالليل، مفيده جدا للشهيه عند الاطفال وعند الكبار، لان زي ما احنا عارفين ان السكريات الاحاديه البسيطه بتنشط معايا افراز الانسولين فيبدا يحس بقابليته للاكل ويبدا يجوع. بس في الاول لازم نتبع ان احنا نحدد المشكله فين ونبدا نشتغل عليها. اكتر ناس محظوظه في العالم. احنا لازم نراعي كل الكلام اللي الدكتور قال عليه في الفطار اللي انت وعدتيني بيه من شويه. ايوه بالظبط. ايوه احنا بنفطر بعد الهوا بس بنفطر بقى اكل تماما غير صحي برده عشان نعترف قدام الناس، يعني لان برده خلي بال حضرتك من حاجه، الناس بتشتغل وبتبقى يعني ما فيش وقت قوي، فكله بيلجا للي هو الاكل تقريبا من الشارع، فبرده دي نكون واقعيين. طبعا احنا بنقول عايزين ناكل اكل صحي و و و بس موضوع مش سهل يعني. الموضوع ده مهم جدا ليه؟ لان كلنا مشغولين ومضغوطين، بس الشخص لو حاطط في دماغه انه هيهتم بتغذيته لو حصل له كده ولخبط في يوم او يومين وباقي الاسبوع ظابط مش هيتضرر. ممكن نظبط يوم ونلخبط ليه؟ لان الجسم بيبقى قابل على التكيف ويعرف يظبط نفسه، بس لو استسلم للاكل الغلط هو بيبوظ جسمه خالص ويرجع يشتكي من مشاكل صحيه، عندي مشاكل في المفاصل، وهو اصلا ما عندوش مشاكل في المفاصل غير ان معامل الالتهاب عنده زاد نتيجه سوء التغذيه بتاعه، عنده سقوط شعر او ضعف في الفيتامينات. أيوة. اللي بتحسن معاه الشعر والجلد زي فيتامين اي وفيتامين بي مفيش، هو ما بياخدهمش في صوره كامله، فبالتالي بيبدا يحصل له ضعف لانه بياكل زي ما احنا قلنا اكل غير صحي. دكتور هشام، سؤال اخير معلش لحضرتك، في ناس كتير وده مؤخرا زاد وشفناه، ويمكن ده يعني كذا سؤال اتبعت على السوشيال ميديا لما نوهنا ان معانا فقره تغذيه، فمعلش انا لازم عشان امانه يعني اقوله، الناس اللي هي بتاخد مهدئات علشان تعرف تكمل يومها اعتقد ان ده مضر جدا، حضرتك تنصحهم بايه بديل فكره المهدئات والمنومات اللي الناس كتير عايشه عليها؟ ويعني حضرتك يعني اكتر واحد عارف الكلام ده مضر جدا. المفروض المهدئ او المنوم لازم يبقى تحت اشراف طبي، لازم يروح لدكتور وهو اللي يشوف له الحاجه، ده رقم يعني واحد. بالظبط. معينه مش إن كده على طول. انا نفسي اروح للدكتور الصيدلي وانا عايز اخد دواء مثلا منوم او مهدئ، يفضل لا، يفضل اعتمد اشوف احلل يومي، يفضل اعتمد اشوف احلل يومي ايه المشكله عندي جايه منين،
انا هل انا منظم في نومي ولا لا، ضغط الحياه والشغل بشرب كافيين كتير ولا لا ابدا اقلل منه، ببدا انظم يومي ان انا اكل 3 وجبات في اليوم، اخد مشروبات تعمل هدوء للاعصاب زي الكاكاو مثلا، ان انا اخد كاكاو مره في اليوم، اخد النعناع واليانسون برده من الحاجات المهمه، اخد مشروب الليمون وفيتامين سي برده موجود في البرتقال ناخدهم مرتين في اليوم، اخد منومات او اخد حاجات خارجيه ممكن تضر بالجسم بعد كده، وابدا ابقى انا ادكشن او مدمن للحاجه دي وبعد كده ما اعرفش ان انا اسيبها. احاول ازود زي ما احنا قلنا في البروتين وخصوصا اللاكتوفيرين، ودي من الحاجات البروتينات المهمه جدا واللاكتيوم اللي بتعمل هدوء للاعصاب، فبالتالي انا كده خدت منظومه متكامله من التغذيه بتاعتي وساعدت معايا في النوم وان انا امارس حياتي بصوره طبيعيه. في الفقره الحواريه الاولى كان منورنا ومشرفنا الدكتور هشام الوصيف وهو استشاري التغذيه العلاجيه. صباح الفل عليك وسعداء جدا وتشرفنا بوجود حضرتك معانا. انا اللي اسعد، الله يكرمك، نورتنا يا دكتور هشام. ويمكن لسه في استشارات كتيره قوي حابين كمان نسالها، بس خلينا ننسق ان شاء الله فقره تانية حضرتك تنورنا في 10 الصبح، يعني بجد ده هيسعدنا واعتقد هيبقى مهم كمان للجمهور. هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل ومعانا الضيف القادم هو كابتن شريف عبد المنعم.